تلقي كلمة مديرية التوجيه والإرشاد في وزارة التربية. الكلمة لك، تفضلي. صباح الخير، اعذروني صوتي شوي مفحوح. يعطيكم العافية وشكرا لكم على هالدعوة الكريمة لإلنا كمديرية إرشاد أو كجهاز إرشاد تابع للمديرية العامة لوزارة التربية. رح أحكي شوي عن جهاز الإرشاد. نحن مجموعة من الأساتذة التحقنا بجهاز الإرشاد من عام 1972، أكيد مش أنا، اللي سبقوني 1972. عددنا اليوم 500 أستاذ. عملنا دورات تدريبية كتير كبيرة. مهمتنا مواكبة عملية التعليم، وأهم شيء أهم عنصرين من عناصر العملية التعلمية التعليمية اللي هن الأستاذ المعلم والمتعلم. منتابع كل النشاطات نحن التربوية ومننقلها لهالأساتذة من أجل تطوير العملية التعليمية التعليمية في المدارس الرسمية بصورة خاصة. ما منشارك مع المدارس الخاصة إلا بناء لطلبها. عند ما بيطلبونا المدارس الخاصة نحن بنكون موجودين وبنعمل دورات تدريبية بشكل تام. حاليا اشتغلنا بفترة جائحة كورونا، اشتغلنا على المناهج التفاعلية، تعاوننا مع تلفزيون لبنان، تعاوننا، رح نترك دكتور بيير يحكي عن منصة كلاسيرا اللي نحن اشتغلنا معه فيها بشكل كتير أساسي. عملنا نقلنا شوي نقل نوعية بالمناهج من مناهج كان قائمة على الإلقاء والتلقين لمناهج تفاعلية بتعتمد على القدرات عند المتعلم، مستوى القدرات العليا يعني التفكير والتحليل والاستنتاج. كمان اشتغلنا بالتوصيف الرسمي للامتحانات الرسمية. نحن ما اقتصر عملنا على انه مثل رح جاوب دكتورة سناء، التوصيف الرسمي للامتحانات الرسمية ما عاد قائم على الحفظ، صار قائم على التحليل. لهالسبب منشوف أغلبية التلاميذ بيروحوا صوب التاريخ هالمادة اللي هي مادة حفظ، بينما بيتركوا المواد اللي هي المواد التحليلية بيخافوا منها نتيجة منطق اللي عم بيصير بالتعليم. نحن بعدنا لليوم منعلم بطريقة تلقينية رغم الدورات اللي عم نحاول نغير فيها توجهات الأساتذة. السبب الرئيسي هو المناهج اللي ما زلنا معتمدينها، مناهج 1997. رح حاول كتير بمداخلتي أحكي عن أعطي الخطوات العريضة للمناهج اليوم نحن عم نشتغل عليها. بالبداية فوت على التربية الرقمية ومنا انتقل للمناهج اللي عم نشتغل عليها بشكل متواصل. التربية الرقمية ما دخلت إلا بعد الثورة التكنولوجية اللي صارت بأواخر القرن الماضي، أواخر القرن الماضي أي بالربع الأخير من القرن العشرين. شفنا ثورة تكنولوجية طالت شتى الميادين الحياة، ولاسيما بمجال العلمي والتكنولوجي. من هون صارت سبب رئيسي عم يستخدم بتستخدم التكنولوجيا في عملية التعليم، سواء كان التعليم العالي أو التعليم الجامعي. هيدا فرض على التربية إنشاء وضع منهج تربية رقمية. هيدا المنهج بيقوم على العلاقة الجدلية بين التربية الرقمية والمناهج، وبيرجع السبب بس بليز قدمته كتير بعد شوي للدخول بالتربية الرقمية أو لمواجهة المشكلة اللي هي نحن عم نشوفها بمجتمعاتنا. صح التربية الرقمية عم تعطي نتائج إيجابية، نتائج إيجابية كتير كبيرة، خلقت مواطن أو متعلم نشط، متعلم قادر على التفكير باحث، بيكتسب مهارات التفكير العليا. لكن بالوقت نفسه صار في عنا مشكلة ومن نتيجة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. من هالمشاكل هي الابتزاز والتنمر الإلكتروني، وما رح وسع كتير بنتائج بهالعملية اللي هي ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. من هون كان لنا تدخل بوضع كتيب بيحكي عن الخطوات اللي لازم يعتمدها التلميذ.
يعني سبقت بعض المدارس الرسمية بعضها، لأنه في مدارس رسمية تفوقت كمان، سبقت بعض المدارس الرسمية بأشواط عديدة. من هون نحن بندعي لضرورة اعتماد منصة الوضع الاقتصادي اللي نحن عايشين فيه. 2 اعداد الأساتذة ومعلمين لمواكبة المتعلمين ومساعدتهم في البحث وبناء المعرفة العلمية وليس لتثقيفهم معارف الكتب. ما بقى بدنا نحط معلمين أو متعلمين يحفظوا المادة المعلومة حفظ ببغائي، منا متعلمين هن يستنتجوا المعلومة. إنتاج موارد ذات محتوى تفاعلي يتيح دمج كافة المتعلمين وخاصة ذوي الصعوبات. كلنا بنعرف إنه في عنا حوالي 30 مدرسة مدمجة اليوم، وفي توجه ليصيروا بحدود 150 مدرسة دمج المتعلمين ذوي صعوبات مع المتعلمين العاديين. إرشاد الأهل لمواكبة وتشجيع أبنائهم على التحصيل التربوي، وهون كمان إرشاد الأهل على متابعة عملية استخدام التكنولوجيا ولو بطرق جديدة وعصرية. ضمان سلامة المعلمين والمتعلمين واحترام حقوقهم وخصوصياتهم، وذلك بإصدار قوانين وتشريعات مختلفة لحماية البيانات الشخصية وحفظها. بالنهاية بالرغم من كل هالصعوبات كلنا بنعرف انه ولا ممكن نحقق اي شيء بلبنان. بيبقى الامل بالتربية العمود الاساسي لنهوض لبنان من كبوته والتخلص من جميع مآسيه، واكبر دليل على ذلك هالمؤتمر التربوي اللي نحن فيه اليوم. كما اتقدم باسم مديرية الارشاد والتوجيه بشكر جميع القيمين على هذا النشاط التربوي القيم، رئيسا واعضاء لكل من جمعية التحديث والتطوير التربوي وبلدية علي بشخص الاستاذ وجدي مراد. نحكيت عنك في بتكون عم بحكي عن نفسي يعني بالفعل، ما فيني الا ما اقول لك شكرا من القلب على الخطوات اللي عم تقوم فيها بعلاء. يعطيك الف عافية.